السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في فيديو جديد. فيديو اليوم إن شاء الله فغنقوم بعملية التصحيح ديال التقويم التشخيصي الخاص بالمستوى الخامس ابتدائي، بالضبط في مادة اللغة العربية. ولكن بما أنني غنقوم بعملية التصحيح، فأولا نتوما ملي غتبغوا تشاهدوا هذا الفيديو خاصكم تقوموا بعملية الإنجاز، بعدا كاين في شي ورقة ولا شي مسودة عادة باش تحاولوا أنكم تكملوا الفيديو باش تشوفوا عملية التصحيح. إذا باش كل شيء يحاول أنه يخرج، فأولا غنحاول نوريكم النص ثم نقع عليكم الأسئلة، وبعد ذلك نمروا العملية ديال التصحيح. وكل هذا الشيء غنديروا بعجالة باش ما تعطلوش بزاف. إذا كيف ما كتبان لكم النص، وقفوا الفيديو وقراوه مزيان، لأنش هذا الامتحان عندنا أولا غنبداو بفهم المقروء، عادة غننزل لكم فيديوهات أخرين خاصين بالتراكيب وبصرف التحويل وبالإملاء وبالتعبير الكتابي إن شاء الله. إذا هو هذا النص، أولا يجب أن نقرأ النص التالي قراءة جيدة، ثم بعد ذلك سنحاول أن نجيب عن السؤال الأول، وهو أقترح عنوانا مناسبا للنص. سؤال جوج أو اثنان، عفوا، أبحث في النص عن مرادي في كل كلمة. السؤال الأخير، أضع الكلمة المناسبة مكان النقط. رملي، طوبي، صلصالي، يصنع الخزف من ماذا؟ بالنسبة للبقية ديال الأسئلة فهي كالآتي. بالنسبة للسؤال الرابع، أبحث عن عائلة كلمة يحول. إذا يحولوا عندنا وحدة، خاصكم ديروا ثلاثة. السؤال الأخير، أجيب عما يلي، ما المراحل التي تمر منها صناعة الخزف؟ كيف يمثل الخزف حرفة وإبداع؟ إذا الآن غنمروا العملية ديال التصحيح. نتمنى أن كل واحد فيكم يكون فعلا خرج الإجابة ديال الأسئلة اللي عرف عليها وتبعوا معايا دابا عملية التصحيح باش تحاولوا ديروا مقارنة ما بين الإجابة ديالتكم وما بين الإجابة اللي غنعطيكم أنا، تكون إجابة فقط اللي هي نموذجية. بالنسبة لاقتراح عنوان مناسب للنص، فهنايا غنحاولوا أننا نخرجوا شي عنوان اللي كيدوي عليه النص بزاف. إذا النص كيدوي بزاف على ما يسمى بفنون النار. إذا مثلا عنوان فنون النار، ممكن أنكم ديروا شي جواب واحد آخر فهو كذلك صحيح. إذا يعني عندنا مجموعة من الإجابات، فنون النار مثلا، صناعة الخزف كذلك إجابة صحيحة، مثلا أصالة الثقافة المغربية وجمالها، أهمية الحرفيين في مثلا صناعة الخزف. كاين مجموعة من العناوين، يعني خصكم تهضروا على فنون النار اللي هي الفخار والزليج والخزف والدور ديال الحرفيين في هاد الصناعة التقليدية اللي كيورثوها من الأجداد ديالهم. إذا عطيتكم أنا نموذج واحد فقط. إذا بناء هاد السؤال، بزاف الطلاب مني كيكون عندهم ما كيعرفوش أشنو غادي يديروا، فإذا النصيحة اللي كنقدمها كذلك حتى للتلاميذ ديالي هي أننا خاصة نقراو النص مزيان ونحاول أنني نخرج الكلمة اللي كيكون قريبة المعنى ديال هاد الكلمة اللي طالبين مني، حيت هنا طالبين مني نخرجو من النص. إذا حنا الكلمة اللي كتعني بناء عندنا هي تشييد. بالنسبة للكلمة ديال تتجدد عندنا جوج، وهي تتغير أو تتطور، تتغير ولا تتطور. مهمة بمعنى ضرورية. إذا نشوفوا فين مكتوبة في النص، كي تأخذ شكلها الأخير بفضل إبداع الصانعي الذي يحول المادة الصامتة إلى أشياء كيف هي ضرورية. إذا مهمة، نقول ضرورية أو نقول كذلك نفعية، لأنش عندنا هنا الواو ديال حرف عطف. إذا الآن غنكتبوهم هنا في الفيديو، وغنكتبو تشييد
تتجدد، خسر وحدة مثلا تتطور، مهمة مثلا ضرورية، مفهوم؟ الآن نمر للإجابة عن السؤال الأخير، وهو أنه خصنا نختاره إما الرملي أم الطوبي أو الصلصالي باش نعرفه أن الخزف منين كيتصنع. وقلنا كنعرفه أن الخزف يصنع من الصلصالي. الآن غنمر للإجابة على السؤال رقم 4، ونصيحة اللي غنعطيكم في هذا السؤال 4، فيما يعطيكم أبحث عن عائلة كلمة، فدائما إذا كانت هذه الكلمة شوية بعد سهلة كي كنقولوا، حاولوا تقلبوا على ما يسمى باسم الفاعل واسم المفعول. اسم الفاعل واسم المفعول قريتوه في المستوى الرابع، بمعنى غتعرفوا تجاوبوا عليه، أو كذلك المصدر. مثلا احنا عندنا يحولوا في زمني، في زمني المضارع، اشنو كندير؟ يحول في زمن المضارع، خصني نحاول نقلب الماضي دياله، حول. اذا هذا الفعل فهو فعل رباعي، يعني غير ثلاثي، فاسم الفاعل من الفعل الغير ثلاثي وصاغه على وزن مضارعي. احنا اصلا عندنا الكلمه في المضارع اللي هي يحوله، نديروا التغييرات ونحصلوا على اسم الفاعل واسم المفعول. الا بغيتوني نشرح لكم اسم الفاعل واسم المفعول من جديد فخليوها ليا في التعليق. الا كنتو بغات تستافدوا من الفيديوهات السابقه اللي عندي في القناه وغادي نشرحها في اسم الفاعل واسم المفعول، حتى نخلي لكم الرابط ديالها هنا في صندوق الوصف. يحول، غنديروا التغييرات اللي هي ياء حرف مضارع ستصبح ميما مضمومه، ونقوم بكسر الحرف الذي ما قبله. وفيما يخص اسم المفعول عكسه، عوض الكسر سيكون الفتح، ونقول محول محول. وبالنسبة للمصدر فهو الاشتقاق، سنقول تحويل، وهكذا حصلنا على عائلة الكلمة. ممكن انتم تديروا كلمات اخرى، ولكن عطيتكم انا طريقة كيفاش تخرجوا مثلا عائلة ديال شي كلمة باش يكون الاجابة عندكم صحيحة. الان نمر للسؤال الاخير، ما المراحل التي تمر منها صناعة الخزف؟ عطونا جوج عوارض صناعة الخزف. خصنا باش نجاوبوا هنا نشوفوا النص، النص كيقول لك هنا كيتحدث على كيفاش كي يكون صناعة. اذا عندنا الجواب هو كالاتي، تزاوج الماء والصلصال، وكذلك الاخيره تغير وتطور ديال الشكل الاول لكي تعطينا شكل اخر. اذا عندنا جوج مراحل. اذا المرحله الاولى الماء وصل صلصال، ضروري من الشكل تزاوج الماء والصلصال. السؤال المرحلة الثانية، إذا تزاوج الماء والصلصال، أولي للحصول على الشكل الأخير. الآن نمر الإجابة عن السؤال الأخير، كيف يمثل الخزف حرفة وإبداع؟ كذلك نرجع النص. إذا هنا كيقول لك إن صناعة الخزف حرفة وإبداع، علاش؟ لأن تستمد جمالها من عمل متواصل ودقيق للحرفيين. إذا الخزف حرفة وإبداع. نسمح لي تقطع الفيديو. إذا سنعد الإجابة عن السؤال الأخير، الخزف حرفة وإبداع لأنه يستمد جماله من عمل متواصل ودقيق للحرفيين. وحد هنا غيكون سال الفيديو ديال اليوم، كنتمنى ينال الإعجاب ديالكم، ولا عجبكم ما تنساوش تدخلوا عليا بشي تعليق وتقيموا لي العمل ديالي كيف جاكم. إلا عندكم شي تعليقات تفيدوني بها فمرحبا ألف مرحبا. إذا تسناوني في الفيديو القادم إن شاء الله، سنقوم بعملية التصحيح ديال بقية المكونات اللي هي التراكيب، صرف تحويل، إملاء والتعبير الكتابي. وما تنساوش كذلك الفيديوهات القادمة اللي غتخص غالبا المستوى السادس. أما بالنسبة للمستوى الخامس فتقريبا أنا عندي مجموعة من الفيديوهات الخاصة بهذا المستوى، خصوصا مراجع مرشدي في اللغة العربية. اليوم هذا العام إن شاء الله نشتغل شوية على المستوى السادس. مرحبا بكم ألف مرحبا. إذا عجبكم الفيديو ما تخلوش بالضغط على زر لايك، وتبارطاجيوه مع الأهل والأصدقاء باش تعم الفائدة. حتى هنا غنقول لكم في أمان الله، ونلتقي مع فيديو آخر إن شاء الله.